برضه احنا اهي لحظه كده. طبعا وارد الاخطاء كتير حتى في ورك شوب اهو، شوف بنشغل احنا كده. طبعا في حين ان الجهاز كده معكوس خالص كده هنعلمه ونبطل كل شويه. هي يا جماعه صح مش صح؟ ايه هو شغل الاداره؟ المفروض شغل جماعيه. تمام ده بعد ما بنخش فيه هنا ويمسك بنربط عليه ايه؟ مسمار تاني زي يبقى المسمار يمسك ده، وده اساسا موجود في الحلقه. فاحنا كده ثبتنا ده في ايه؟ في الحلقه، بس مش بطريقه مباشره. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة في السابع. تمام؟ هنا برضو هل أعد من العمود ده ولا ده؟ من العقدة بتاعتي. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة في السابع، يبقى هو السابع. في الكونكشنز دي في الحته الابر اند بتاع الفيمر فيها بعض الاكسسوارز قويه جدا، لان زي ما بنقول الحته دي قويه قوي، كده كبيره، لان الفيمر عظمه شديده وعليها مصر رهيبه. من الحاجات الصعبه في البون، في الظروف بتاع البون ده القديمه دي، بس هنشوفها هنا عملي، اننا نمسك ده ازاي في حاجه اسمها ايه؟ واير هولدنج بولت. واير هولدنج بولت يعني ايه؟ في العربي قابض على السيوف زي ما بتسمع في الدرس. واير هولدنج بولت يعني البولت اللي ماسك الواير. عشان يقدر يمسك له طريقه، عشان نرفه كده الاول نثبت ده وبعدين اوريها لكم. نحط شانز اهوت من داخل ده، بس في البوزيشن اللي يا جماعه اتفقنا عليه اهو كده. احنا عدلنا ده، بس الفيمر اتقلبت، تاخد بدله بالفيمر الرابرة كويس. خلاص اديها لي كده، ده هيبقى شكل ايه؟ عشان نستعين بكده بنحط فوط بقى تحت الفخذ، الفوط هنا واحد نمسك الكلام ده كله مش هنعمله دلوقتي. نروح حاطين كده ايه ده المكان بتاعنا، برضو سيموليشن للحقيقه. احنا بنخش كده مظبوط، دي بتبقى في الانتيريور اللي هي العقد بتاعتنا دي، الانتيريور بارت بتاع. وهنا انا هخش في الانترلاترال، التكنيك بتاعنا المعتاد في الحالات دي، ونروح جايين حاطين الرانكو وعلى خفيف، ما بمسكش قوي فيه، بسيب لوز شويه عشان ما يضايقنيش. بخش بده اهو في المكان اللي معتاده الاول، بعلم وببص العمود ولا لا، وبعدين ببشر 11 واخرج السكيل، وبعدين الطريقه المعتاده و و كده بنطلع فيه اللي هو بروتكشن للسكيل، وبعدين اخش الايه؟ قال له عسى ده يعدي، لان العظمه دي قويه قوي.